إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، وصلنا عند قوله رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلمه في الدارين آمين. عند لا سيما رفيقه في الغار. لا عندك هنا لا وسي وما، هذول ثلاث حاجات، لا وسي بمعنى مثل وما. يبقى لا من لا سيما بيسموها لا النافية للجنس، خلاص كده. بعدين سي زي مثل وزنا ومعنى، يعني الياء مشدده من اصلها سيو، خلاص كده، او اصلها سوى، قلبت الواو ياء لاجتماعها مع الياء وسبق احداهما بالسكون وادغمت في الياء. واضح؟ يبقى سي بمعنى مثل، يعني اصلها كده لا سيا، لا تقول لا شيئا او لا احد او لا اله الا الله، زي لا اللي في لا اله الا الله نافع للجنس. عرفنا انه لا نافع للجنس، وسي ده على وزن مثل وعلى معناها، يعني لا مثل ما او لا مثل فلان. يعني بعد ما صلى او دعا الله تعالى وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته واصحابه عند ذكر الصحابة بل كده وآله وصحبه الاطهار، ثم قال لا سيما، يعني يريد ان يخص الصديق رضي الله عنه بشيء زائد، او يخص بشيء يعني لمقامه او لمنزلته، يعني عاوز حاجه زياده يميز شيء. اقول لك يعني مثلا العلماء دول يعني مدققون او محققون، لا سيما فلان، يعني كانه يقول لك يعني لا مثل ما فلان، او ليسوا مثل فلان، يعني فلان ده يزيد عنهم بدرجه، خلاص. معنى كده لا سيما اسمها نعم، ما وقفنا عليها، لا سيما رفيقه في الغار. مش كلام مقدس، كلام عربي، واللغة العربية مش نازل بها القرآن وبها العلم عشان نفهمها. كان طالب العلم يعرف ما أعراضها، يعرف معناها. نحن بنقرأ كتاب، بنشرح كتاب، فإذا وقفنا معه كثير من الناس يذكر لا سيما فلا يعرف ولا يعرف حتى معناها، لكن يستعملها ويفهمها إنها كده مع بعض سيما، ومش عارف معنى لا سيما. نسمعها كثير في الخطب والمنابر، فإذا سئل الإنسان عن معناها أو عن إعرابها لا يعرف. وزيادة العلم خير، رب زدني علما، وقد يفتح في بشيء يعني يستهين به الإنسان أو يعني لا يلتفت إليه، قد يكون سبب في فهم أمور كبيرة، في فهم أمور هامة. هذا هو الغرض، يعني مش يعني لا لسه ما دخلناش في العقيدة، مقدمات العقيدة في حيث مع علوم الآلة. يعني العقيدة دي مبنية على على القرآن والسنة، وفهم الكتاب والسنة مبني على فهم اللغة العربية. واضح؟ احنا كده ما أخطأناش، ولم نضل ولم ننحل ولم نبتعد، بل نحن يعني في خدمة الله. إذن لا دي نافية للجنس، فين اسمها؟ مش عاوز اسمه، عاوز خبر، زي اسم إن وخبر إن. إذن لا نافية للجنس بتعمل عمل عمل إن، خلاص؟ لا إله، تعمل عمل إن. فين هنا يبقى لها اسم ولها خبر؟ لها خبر، يبقى اسمها وخبرها يبقى سيدة اسم لا، وخبرها محذوف وجوبا اي ثابت، يعني لا مثل ثابت او كائن، خلاص، او مماثل، قدر مهم يعني بما يناسب المعنى.
واصلها ايه؟ سي سوى، يعني لا سوى، سوى سوى ولا سوى او سوى، يعني هنا هنا كسر السين، وزي ما الشيخ هنا ايه كسر ايه السين، يعني بيقول لك سوى اخذ من قولهم ايه سويت بينهما، لكن لا يريد ان يسوي بين الصحابة وبين ابي بكر. ليه؟ لان يقبله رفيقه في الغار وهو ثاني اثنين، ولما نزل قوله تعالى الا تنصروه فقد نصره الله، قال سيدنا علي رضي الله عنه ان الله تعالى في هذه الآية ذم الناس جميعا ومدح ابا بكر، يعني لام على الكل الصحابة الا تنصروه، يعني اذا تخاذلتم عن نصرته فقد نصره الله، مش وحده، اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، يعني اذا اخرج ابو بكر من اللوم لانه معاه، يبقى اللوم واقع على مين؟ على الكل الا مين؟ شوف كده فهم سيدنا علم الايه، اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، يعني لما كانه يقول تركتم النبي وصاحبه يطردهم المشركون والكافرون في مكة وتخليتم عن الدفاع وعن النصرة، وهذه الآية اللي هي في إلا تنصروه فيها حادث الايه الهجرة، لكنها لم تنزل في الهجرة، لنزلت في غزوة تبوك في العام التاسع، يعني عاوز يقول إن كنتوا هتتخاذلوا أنا نصرت في مواقف كثيرة، ومنها ايه موقفه في الغار، اذ اخرجه ثلاثة، اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، اذ هما في الغار، اذ يقول ثلاثة، وهنا بتعبر عن زمن عن وقت، يعني في هذا الوقت وفي هذه المحنة نصرتك وايدتك وانزلت جنودا لم تروها، يبقى سيدنا ابو بكر الصديق له خصوصية ولا لا؟ فلا يريد ان يسوي بينهم، او معنى لا سيما يعني كانه بيرفع مكانته شويه درجه زياده، اقول لك يعني اهتم بطلبه العلم لا سيما فلان، ايه معناها؟ يعني خليه ايه في منزله اخف او في وضع احسن، ايه معناها؟ يعني كده بالعام بالعادي كده، هذا معنى ايه لا سيما، يبقى هيتوقف عليها فهم اشياء ومنزل الصحابة، هتوقف عليها فقه ولم يتوقف شيء جاوز، خلاص كده فتح ليك الابواب، وما تقولش دي مقدس، ده كله مقدس عندنا، بمعنى يعني ايه مهم، يعني مش مقدس يعني بمعنى انه هو معصوم، لا بمعنى الاهمية، يبقى معناها لما تقول ايه سوى وتقول لا سوى، ها يعني معناها لا تسويتها بين المقامين، ها؟ ولا بين المنزلتين، بين منزلة الصحابة عموما وبين منزلة ايه ابي بكر خصوصا، وسوى ذي سوى فعل ايه ماض، والواو فيه سابقة على الياء، وعلم منه ان اصله ايه سوى، فهو واوي العين، يعني سي دي اصل العين بتاعتها ايه واوية، كما تقول ايه اذا اشكل عليك تمييز الفعل الواوي من الايه اليائي تعمل ايه، زي ما قال الشاطبي بيقول ايه وليست بلام بيقول ايه هنا ايه وتثنية الاسماء تكشفها وان رددت اليك الفعل صادت، فاذا اذا اشتبه عليك الفعل اصل واو ولا اصل ياء، زي دعا ورمى، مش عارفين اصله ايه، ده اخر الف وده اخر الف، دعا ورمى، فاسند اليك الفعل فتظهر ايه يظهر الحرف اللي هو كان في الاصل ابدل من حرف اخر، فتقول رميت، هنا اصلها ايه ايه دعا، هتقول دعوت، يبقى اذا هنا اصله واوي، فاذا اشتبه عليك الفعل هل هو في الاصل واوي او يائي فأسند إليه تاء الفاعل، ده الفعل والاسم، تثني الاسم أو تجمع، تثني هوى وهوى إيه هويان،
كده خلاص كده. الهدى والهدى ثن كده هدايان ولا هدوان؟ هدايان. اذا اصل الهدى ايه؟ يائي. حتى لو كان فعل هدى هديت، اشترى اشتريت، طب غزا غزوت، واضح؟ مهمة؟ نعم. يبقى إذا تسمية الأسماء تكشفها. وإن رددت إليك الفعل صادفت من هلا. فإحنا مش عاوزين نشرح حقائق ونكفر الناس وندفع، إحنا عاوزين الأول نأسس. لسه هيجي دور الكلام ده. فصبر جميل. هو عاوزين ندخل عضو في المعركة لسه، الأول نعد الحرب ونجهز ونكلح الأسلحة. الأزهر بالذات انتظر الدراسة اليوم أولاد، وده تكوين عقلية الطالب. يعني كيف احنا وصلنا كده؟ ساعات لو تتصور على كده اللغة، لو الواحد ما فهمش المنطق وما فهمش اللغة، يعني فكرنا في لما شرحنا قلنا لا إله إلا الله، لو فهمت ان لفظ الجلالة ده لفظ مش معين، مش جزء في كل، في جزء لو اعتبرت كل لا اله الا الله لا تفيد توحيدا. نعم. وشرحناها وبيناها. نعم. ده مبنى على ايه ده؟ على فهم اللغه وفهم المنطق. في لفظ كلي وفي لفظ جزئي. خلاص كده؟ يعني ممكن واحد يقول لا اله الا الله ولم ينعقد ايه؟ توحيده. ليه؟ لانه اعتقد بانه كلمه اله يعني اي اله، اله خلاص لا اله الا الله، امن يقول الناس انه اله. ينفع الكلام ده؟ ولا معين؟ ومعروف. نعم. بأنه كذا وكذا وكذا له صفات الكمال. جدا مهم جدا فهم المعاني. مهم عرفنا الضابط في تمييز الفعل الواوي من الفعل الايه؟ نعم. الياء. نعم. وظهر بالأولين شوف كده أولين الياء وبالأخيرين الواو. وإذا أشكل اللي هو رمى وهذا ورميت وغزى ودعا وإلى آخره. وإذا أشكل عليك أمر الاسم تعمل ايه؟ تثنيه او او تجمعه. مولانا حضرتك الكلام ده في كتاب ولا حشي ولا ايه؟ لا ده مش في كتاب، ده زيادات. احنا ساعات نحشي من عندنا ونجمع، انا عندي كتب كثيره. فانت خد الايه الكلام بتاع الشيخ من فوق والشرح، معك شرح الدرديس؟ الشرح نفسه بتاع الشيخ الدرديس. سيبك من الحاشي، خليك مع كلام الشيخ الدرديس. الزياده اذا كان عندك شيء في الحاشيه مهم قوله لنا زي ما صاحبنا بيعمل. وانا اذا كان في شيء من برا شو اقول؟ خليك تجيب الكتب كلها. قلنا مع شرح الشيخ هو الاساس. فان فتح عليكم او علي او علينا جميعا. واضح يا سيد الشيخ؟ يبقى اذا اشكل عليك الاسم تعمل ايه؟ تثني او تجمع. زي ما تقول ايه؟ فتى وفتى. في سورة يوسف دخل معه السجنة اصلا ايه؟ فتى وفتى. فتياني ولا فتواني؟ لا فتياني. يبقى فتى اصلا ايه؟ يائي. ليه؟ لانه عند التثنية ظهرت الياء. واضح؟ وذلك شوفوا القرآن بيقول انهم ايه؟ فتية. شو جات الياء؟ فتية مش فتوة، فتية. فتياني. واضح؟ فتى وفتى وهدى وهدى. اسماء دي الافعال هدى وهدى اسمين. ثني هدى وهدى هدى يعني. صح. عصى اسمها عصى. عصى بس خد بالك، عصى تنفع اسم وعصى تنفع فعل. عصى ادم ربه فغوى. وعصى اللي هي بتتوكى على هذا اسم. فاذا هتقول ايه عصى؟ هتقول ايه؟ عصى الفعل. عصيت اني اخاف ان عصيت. لا، والعصا اللي هو العصا، عارف العصا اللي هو العصا؟ ودعوت بطال الله. في الدرس، في الدرس احنا في المسجد في الدرس. لا بعد ليش لا حصل عشان نمشي ان شاء الله. اجيب قبل العشاء هذا بعد العشاء يوم اخر. خلاص ما إذا المغرب أو بعد المغرب إلى العشاء، بعد كذا يبقى بكرة إن شاء الله. يعني عصى الفعل يائي من المعصية. عصيت
باب والاسم عصا عصا وعصا وعصا عصا وعصا واو خلاص باب القنا قنا فده مولانا في القنوات في القرآن معلش بالنسبه للاماله بقى ايه ده هتماله مش تماله عايزين نعرف اصلها ما قال لا ما هو ده الاماله ليها قاعده ثانيه عبد قال هم رسموا بالياء حتى ولو كان اصلها واو غير لدى والى من بعد ها حتى وكل على قل على نعم على بحرف وحتى برضه وحتى فهنا عاوز يقول لك هنا الاماله تتبع فيها الرسم في المرسوم بالياء تميله حتى وان كان اصله واو واضح وما رسموا بالياء غير والى من بعد حتى وايه وزكى وزكى لا زكى دي قبليها مولانا ما زكى مستثناء برضه اه زكى مستثناء زكى ما ينفعش يقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى ما ينفعش تميل دي لمن يقرا بالاماله نعم خلاص لانها مستثناء باب غيرها قال لك لا ما رسموا بها نعم يعني عصا ده اسم الاصل فيها الاماله الاصل المفروض يعني الاسم بس ما في في القران عصا اسم فالقى موسى عصاه تمام كده اسمه ما تمارش حدش يقول عصيه لا لما وعصى فيها إمالة الأصل فيها إمالة عصى الفعل بتمال وعاطي كده آدم إنما عصى الاسم لا فألقى موسى عصاه حد يمين عصاه لا ليه لأنها واوي طب وعصى ومرسومة مش مرسومة بالياء كمان عصى ده فعل ده عصى آدم فألقى عصاه يعني ده إيه العصى اسم إنما عصى آدم مش عصى عصايته عصا يعني ايه انا بتكلم على الفعل يمال يمال لانه مرسوم بالياء اه المصحف وانا المصحف وروح شوف لا خلاص تسميه لموتى ها ده اسماء اعجميه دي مش عربيه وموسى تمال ليه لانه مرسومه بالياء ده من الملحقات ده فعل وفعل وفعل ده كله ايه ما كان عليها وما الحق بها زي دنيا دنيا فعلى فعلى زي نجوى تمام كده وفعلى زي ايه احدى كله ده يمال دليل اللي هو كان على ايه فعلى وكيف اتت فعلى ففيها وجود اسال ارجع المرجع ينظر ايه لو 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 قال رايت اثنان موتى ها رايت اثنان موتى رايت اثنين اسمه موسى موسيان 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 وينفع تقول موسوان ما هما دايما اسماء ملهاش بقى براحتك خليها بالواو بالها يبقى اذا ايه عرفنا هنا اصلها ايه سوى نعم قلبت ايه الواو ايه يا فين الواو ها سوى يبقى ايه لما قلبت واو بقت ايه سيا ها سي يا لاجتماعها مع الياء وسب احداهما ايه بالسكون وأدغمت في الياء يبقى أصبحت إيه سي خلاص كده سي ويجوز في الاسم الواقع بعدما هنا فإن الحاجة الجميلة شكرا فهمنا دلوقتي يبقى أصلها إيه يريد أن يقول اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه كذا لا شيء يعني يا رب قص هذا وهذا بصلاة أو بمنزلة زائدة رفيعة اللي هو مين قال لا سيما يعني جاءت بعدها ايه بعد سي جاءت ماء خلاص كده ماء دي طب معلش مولانا خلينا الاول في الواو وقلبت يعني الاول بس قبل ما نخش على بعدين ماشي سوى فقلبت الواو ياء تمام يبقى سي لاجتماعها لا لا هي مش سي هي سي سي عشان واو ساكنه تبقى احداهما بالسكون سو و سي لما التجديد جاء بعد ايه قلب الواو ياء خلاص كده الياء الاولى ساكنه تمام والياء الثانيه ايه متحركه فأدغم الساكن في المتحرك بيجي سي سي الياء المشدد عباره عن ايه ياءين والحرف المشدد لازم يكون اوله ايه ساكن فلما أدغمت الواو في الياء بس بعد ما قلبنا الواو ياء أصبحت سيا طب أنا عندك حاجة مولانا هي السوى إذا الواو مفتوحة لما تقرأ الياء يبقى لا مفتوحة
لا لا مش مفتوحة، ممكن الضبط هنا خطأ، يعني هي الواو ساكنة. ها سوي بس صعب نكون سوي خلاص كده، لو وقفت عليها او سوي كده سو، لما نقلب الواو ياء هتبقى ايه؟ سي، والياء الثانية اللي هي الساكنة. خلاص لما نشدد هتفتح الايه؟ الياء الثانية. يعني ساكنة الواو والميم؟ هي ساكنة ما ينفعش كده، بقول لك وصفت احداهما بسكون يعني معناها الايه؟ الواو الساكنة. هاي المولد هنا بقول اهو. قوله واصله سوى او سوى يعني بكسر فسكون. ايوه. عينه و يبقى ايه؟ سو سوي سوي. وحط الفتحة، الفتحة على الواو خطأ لأنه لازم تكون إيه؟ ساكنة، واضح؟ نعم. هو حضرتك مولانا في الكتاب محطوطة فتحة برضه عشان كده إحنا قرأناها خطأ. وبعدين يقول لك وثبت، ما هي كده حتى لو مش مشكلة. لما يقول لك وثبت إحداهما بسكون، مين اللي سبقت الواو ولا الياء؟ الواو اللي سبقت اللي هي قلبت ياء وأدغمت في الياء. نعم. سياء. يعني اصلا سويا كده سويا 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 او ممكن كده سيو يعني اما بكسر السين او بفتح السين سويا 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 او سويا سويا سو شوف سو اكسر سويا بدون تجديد لا سويا ينقلب الواو ياء وندغم الياء في الواو تبقى ايه سيا واضح؟ تمام. ويجوز في الاسم الواقع بعد، مش عندك نفس الكلام ده؟ ويجوز في الاسم الواقع بعد ما الجر والرفع مطلقا والنصب ان كان نكرة. يعني اللي حيجي بعد لا سيما، بس بشرط يكون بعدها الماء، بعدها ماء بعد سي. يبقى اللي يقع بعدها، شوف اللي بعده ايه؟ لا سيما رفيقه. ويجوز ان تقول رفيقه، قال لك الجر والرفع مطلقا. هم ليه اللي بشرط النصب؟ يبقى الرفع والنصب في الاسم الواقع بعد ما اللي هي بعد سي يجوز فيه الرفع. فتقول لا سيما رفيقه، ويجوز الجر مطلقا دون قيد او شرط. فتقول لا سيما رفيقه. هذه استفدنا فائدة. لو واحد مثلا قال لا سيما محمدا او لا سيما يبقى خطأ، انما لو قال لا سيما محمد صح، ولو قال لا سيما محمد صح. ليه؟ لانه قال لك النصب بالشرط يكون نكرة، ومحمد زي ايه؟ معرفة. نعم. عشان تنصب يبقى تجيب اللي بعدها ايه؟ نكرة. نعم. واضحت؟ هذه مهمة. لو واحد خطب على المنبر وجاب نكر اللي بعدها ونصب يبقى مش خطأ، يقولنا عرفنا. وقد روي بالأوجه الثلاثة. طب نكر الزمن يعني ما يكونش معرفة؟ يعني مثلا اشتريت عدة كتب فأعجبتني لا سيما كتابا، نكر في كذا. أو لقيت أناسا فسلمت عليهم لا سيما رجلا. كده لا يجوز الثلاثة، الثلاثة بس النصب يتعين إن كان نكرة. مش قال لك يجوز في الاسم الواقع بعد ما الجر ورفع مطلقا ما أعرف كذا كذا، لكن يتعين النصب إن كان الواقع بعدها نكرة. يتعين النصب يعني لا يجوز النصب إلا إذا كان نكرة. أما إذا كان غير نكرة يجوز الرفع والايه والجر. متى يجوز النصب؟ ان كان نكرة. نعم. خلاص كده دلوقتي النصب والرفع والجر اذا كان الثلاثه الجر والرفع مطلقا. تمام ماشي. الجر والرفع يجوز. طيب ويجوز ايضا النصب، بس متى يجوز النصب؟ ان كان نكرة. اما ان كان غير نكرة يبقى لا يجوز ايه؟ لا يجوز النصب. انما الا يجوز الرفع والجر في حالة إذا كان معرفة. نكرنا يعني نكرة مقصودة ولا نكرة غير مقصودة؟ لا النكرة المقصودة دي ما تنفعش، النكرة الغير مقصودة يعني
رفيقه. عارف النكره المقصوده دي؟ ما اعرف. لكن رفيقه هنا يعني رفيقه هنا معروفه. لا مش نكره دي، ما دامت مضافه رفيقه ده ما اعرفه. دي مش نكره دي. لا يجوز ان يقول رفيقه. لما يقول مثلا عبد الله يبقى ده نكره، رفيقه الاضافه ها يبقى معناها ده تعريف. الاضافه تعريف. راجع رفيق يعني رفيق النبي، يبقى كيف نكره؟ يقول لك رفيقه الهاء ده ترجع الى مين؟ الى النبي صلى الله عليه وسلم. فالاسم المضاف اذا كان نكره اضيف يبقى اكتسب التعريف. زي سبحان الذي اسرى بعبده، لو قال بعبد كده تبقى نكره، بعبده يبقى معرفه. خلاص فالاضافه هنا اصبحت معرفه، ده مش نكره ده. رفيقه لا يجوز فيها النصب. لا يجوز فيها الايه؟ النصب. نعم نعم. لانها معرفه، يجوز فيها الجر ويجوز فيها الرفع. نعم. ولذلك بيقول هنا الشيخ: وقد روي بالاوجه الثلاثه قوله ولا سيما يوم، ها او يوم او يوما. نعم. بدارة جلجل والجر ارجحها وهو على اضافة السي اليه. الشيخ هنا بيقول لك قد ارجح الاوجه الثلاثة ايه؟ تقول لا سيما رفيقه. ليه طيب؟ قال لك اعتبر سيدي مش بمعنى مثل، كانك تقول لا مثل رفيقه. طب وما؟ قال لك زهد. يبقى الجر على إضافة سي يعني زي شيء أو زي أحد أو زي مثل إلى ما بعدها، يعني لا مثل رفيقه. طب وما زي خلاص زي إيه؟ قوله تعالى فبما رحمة، رحمة مجرورة ليه؟ عشان الباء. طب والماء زايدة. يعني اصلا فبرحمة من الله لنت له، فبما رحمة الماء ايه زائد، زي قول تعالى مما خطيئاتهم، يعني من خطيئاتهم اغلقت يعني بسبب خطيئاتهم. نعم. لكن ينفع مما خطيئاتهم فمما خطيئاتهم؟ لا صحش على اعتبار ان ما مش دايما لما في اللغة العادية وليس في القرآن. مما خطيئاتهم اغرقوا يعني من مما خطيئاتهم كيف ينفع؟ ما هو مولانا هنا على القاعده اللي هو يجوز فيها الرفع والجر، ده اللي يكون بشرط يكون قبله سيما، انما مما خطيئاته ما فيهوش. انا بقول يبقى واضح معايا. مولانا نعم. يعني ما في القران لم يكن ما زائده في القران لم يكن ما زائده. لا 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 نقص زائده في المعنى، زائده في الاعراب، زيادة في الإعراب لا يعني أنها زائدة في المعنى. لا لنا أن يقول هذا ما أصله. نعم. ما أصله يعني بدلا من الماء. أو صلة أحسن. لما نقول في القرآن نقول صلة أفضل. هذا أفضل، لكن في الأصل اللي استعماله يقول لك زائدة، لكن في القرآن تأدبا نقول إيه؟ صلة، حتى لا يفهم الناس أن هناك زيادة في القرآن. لكن هو لو قلت زائدة ما فيش مشكلة، إنما لما نقول صلة ده إيه؟ باب الأدب يعني، أو حتى يعني لا يفهم الناس إنه بتقول فيه. طيب هذا فهمنا إذن لا سيما، عرفنا معناها إيه؟ سي يعني مثل، ولا يعني نافع للجنس، والاسم الواقع بعدها ها؟ يجوز فيه الجر والرفع مطلقا. نعم. ويجوز النصب إن كان نكرة. نعم. إذن يجوز أن تقول لا سيما رفيقه ولا سيما رفيقه. خلاص؟ ومتى يجوز ان تقول رفيقه اذا كانت نكره؟ وهنا ليست ايه؟ نكره ولكنها ايه؟ معرفه لانها مضافه. استاذ مولانا وقد روي بالاوجه الثلاثه المقصود البيت ده فقط او ولا سيما يوم؟ يعني عاوز اقول لك الواقع بعد سيما اللي هي يوم تروى بالاوجه الثلاثه، ينفع يوم ويوما ويوم مش رفيقه. لا ما لانه يوم نكره. يعني هو هنا يوسف مولانا وقد روي بالاوجه الثلاثه البيت ده فقط كده دون اللغة كلها؟ لا عاوز اقول لك يعني اللي جاب لك كمثال الواقع بعد سيما يجوز فيه الاوجه الثلاثة اذا كان نكرة. خلاص؟ يعني يوم دي نكرة. اما اذا كان معرفة يجوز اثنين. الرفع والجر. يوم دي نكرة؟ نكرة يوم المعرفة، اليوم معرفة. خلاص؟ هذا يوم. خلاص؟ تمام.
والجر ايه ارجحها، والجر على ان سي مضافة، والمضاف اليه بيكون ايه مجرور، وما ايه زائدة، لانه هنا مش قرآن ده، لا سيما ده مش قرآن، انما لو مثلا ايه على ان تأجرني ثمانية حبين، قال ايه قال ايه انا اتممت عشرة وما اريد ان اشق عليك فتجدني، قال ذلك بيني وبينك ايما الاجلين، يعني اي الاجلين، فهنا نقول ماذا اللي بعد اي ايما يعني اي الاجلين، فنقول ما هنا صلة مش زائدة صلة بس، او تقول صلة زائدة او زائدة للصلة، مش صلة دي مرامة يعني معناها ضد البتاهة الذي ولا ايه؟ لا 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 مش موصول هنا، عاوز يقول لك يعني وصلت بما وليس من الاسم الموصول، لان الاسم الموصول حيبقى معناها مش زايده، يعني ليها معنى، انما هنا لو شلت لو قلت مثلا اي الاجلين، هل العباره تصح ولا ما تصحش؟ ايما الاجلين واحد، عشان كده قالوا زياده، بس لها معنى في القران، او لها يعني زي مثلا يغفر لكم ذنوبكم ويغفر لكم من ذنوبكم، ما هو يغفر لكم قال لك مين ما ينفعش للتبعيد من ربنا حيغفر الذنوب كلها، ان الله يغفر الذنوب جميعا، امال مين هنا قال لك مين زهد خلاص يعني الصلة، انه الذنوب كلها حيغفرها، يعني هو ربنا ما يغفرها حيغفر له بعض ولا حيغفر له كل، اذا غفر خلاص ان الله ان ربك واسع الايه المكرم، هنا يغفر بعض الذنوب لبعض المعاصي، هو كريم سبحانه وتعالى، ان الله يغفر الذنوب ايه جميع، تقول بعض ليه؟ هو قال لك جميع يبقى ينفع خلاص كده فهمنا؟ ايام الأجل. واما الرفع يبقى لو الان بنعمل ايه؟ بنقول تعليل الايه؟ الجر على انه مضاف اليه، وفصل بين وفصل بين المضاف والمضاف اليه بما، وما يهمش لانه زي موجود في امثله كثيره. واما الرفع فهو على انه خبر لمبتدا محذوف خلاص كده، وما موصوله او نكره موصوفه بالجمله بعدها، جميل هنا هنا اصبحت ما مش زايده في التوجيه الثاني، يقول لك يعني الرفع ده على انه التقدير، ولا مثل الذي هو رفيقه، الجماعة هنا بمعنى الذي، الجماعة موصوله مش صله، صله يبقى زايده، انما هنا عاوز يقول لك ولا مثل الذي هو رفيقه، يبقى معنى كده الرفع معناها خبر لمبتدا محذوف خلاص كده، وما هتبقى موصوله او هتبقى نكره موصوفه بالجمله بعدها، واضح؟ ها ولا مثل شيء هو رفيقه، وسيء مضاف وما مضاف إليه، فعلى كل من وجهي الجر والرفع تكون فتحة سي فتحة إعراب، وضحت هنا؟ نعم. يبقى احنا بنقول لا سي، يبقى معناها ايه فتحة سي ايه؟ إعراب لا بناء، لأن اسم لا النافية للجنس إذا كان مضافا يكون منصوبا، لا إله، وهل إله دي مبنية ولا معربة؟ معربة. طب الفتحة اللي في إله فتح إعراب ولا فتح بناء؟ إعراب. وأما نصب النكرة بعدها فعلى التمييز خلاص كده؟ وما كاف عن الإضافة، والفتحة فتح بناء مثلها في لا رجل، واضح كده؟ يبقى لو كان سيدة نكرة بعدها أو تمييز واعتبرنا ما كفتها عن العمل كده، لا مثل ما، زي مثلا إن لما تدخل عن ما تكف عن العمل، إنما يخشى الله، إنما يخشى الله، أو إنما الله، هيقول إنما الله ولا إنما الله؟ إنما الله. ما الفن عمل إن ما كفت إيه؟ عمل إن عن العمل، فكذلك ما اللي هنا كفت إيه؟ لا عن العمل. ثم هي منصوبة ليه؟ الفتحة دي اللي على تي قال لك ده فتحة بناء، يبقى ينفع تنفع فتحة بناء، يعني هي كده هي، فتقول سيو ولا سيي ما جاتش، هي كده عاوز يقول سيا على البناء،
يبقى ممكن تكون فتحة إعراب وممكن تكون فتحة إيه؟ بناء. والمعنى والصلاة، شوف المعنى، والصلاة والسلام على الصحب لا مثل الرفيق، فإن الصلاة عليه أتم منها عليهم. يعني أطلب من الله تعالى أن يصلي على الرفيق اللي هو سيدنا أبي بكر الصديق صلاة أتم أو صلاة أزيد، كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خصه بمناقب ومزايا زائدة على بقية الأصحاب، مش قال كده ما فرح بأفضلياته وقدمه للإيه؟ لإمامة الناس. وحتى بعض العلماء فهم من الآية الكريمة ثانية اثنين، قال ده مش فقط في الغار، ده هو يعني صاحب المرتبة الثانية بعد رسول الله في كل أحواله. يعني له الايه المنزلة الثانية بعد النبي، يعني هو يعني هو الرجل الثاني في الدولة، يقول لك الرجل الثاني. يعني بعد الملك على طول، فبعد مقام النبوة على طول ده ايه يأتي هذا في الصدارة. فقال لك لما كان يتغيب او يتخلف النبي عليه الصلاة والسلام مين اللي كان هو يعني ده ثاني اثنين في امامة الصلاة وفي الدعوة إلى الله. من أول من دعا وأسلم؟ ستة من العشر المبشرين بالجنة على يديه، أبو بكر. وفي الإنفاق من أنفق ماله بعد رسول الله؟ أبو بكر. أسلم من العشر مش من ستة على يديه، ستة على سيدنا أبو بكر. تمام كده. وفي الغار نمرة اثنين، ثانية اثنين. وفي الإمامة ما حدش تقدم بعد رسول، بعد رسول الرسول الاول واحد الثاني هو. وفي الجهاد يعني معناها يعني الام وفي الجهاد على يمينه الرسول بحار اول واحد ده الثاني على طول. في الدعوه ثاني واحد، في امامه الصلاه ثاني اثنين. قالوا حتى يعني من فضل الله عليه انه ثاني اثنين حتى في القبر في الممات برضو النبي صلى الله عليه وسلم، ده الثاني سيدنا عمر الثالث، يعني الثاني هذا الاول هذا الثاني على يمينه الرسول صلى الله عليه وسلم كده، وسيدنا ابو بكر وسيدنا عمر ترتيبهم. يعني المهم هو الثاني بعد مين؟ فهو ثاني اثنين في الحياه وفي الممات. يعني اذا احتل المنزله الثانيه في المناصب الدينيه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى في إمامة الناس. يعني في الحكم من الذي قضى واستخلف على المسلمين بعد رسول الله؟ هو كده ثانية اثنين إذ هما في الغار، لا سيما رفيقه أو رفيقه، زي ما قلنا ينفع الاثنين بس ما ينفعش النصب عشان مش نكرة. أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه خصه بالذكر. طب واحد يقول لك هو أبو بكر مش دخل في عموم الأصحاب، مش هو من أصحابه؟ قال لك لكن تنويها بعظم شأنه إذ هو شيخ الصحابة وأفضلهم على الإطلاق. لأنه منزلة إيه في الصحابة عالية، فهنا بعد التعميم جاء التخصيص، كما قال تعالى من كان عدوا لله وملائكته. فقال وجبريل، هو طب جبريل ده مش من الملائكه؟ نعم. ثم هذا خلاص يبقى هنا تعميم وتفصيل، عطف خاص على العمل. ما هو ملائكه، ما هو جبريل وميكائيل. قال لك ما هو عشان ايه؟ نعم. يعني هل جبريل ده كانه معناها يستحق افراده بالذكر؟ نعم. واضح؟ ده المراد يعني. وفي ذكر مرافقته في الغار إشارة إلى ذلك أيضا كده. وذكروا القرآن الغريب في مش كلهم صحابة، لكن الغريب أن الله تعالى في القرآن لم يصرح بصحبة أحد إلا بصحبة أبو بكر. كلمة إذ يقول لصاحبه، يعني هل ذكر واحد في القرآن هو كلهم صحابة؟ لكن هنا شوف كون يذكر في القرآن بكلمة صاحبه،
يعني وصف الصحبة. لا بس نتكلم على الصحبة. وصف الصحبة لهم دون الصحابة كلهم ثابت في القرآن. صحيح في منزلتان لغيره من الصحابة زي مثلا سيدنا زيد أبو بكر صرح الله تعالى بإيه؟ بصحبته ولكن لم يصرح باسمه. في أبو بكر في القرآن؟ لا مفيش. يبقى هنا وزيد بن حارثة صرح باسمه ولكن لم يصرح بإيه؟ بصحبته. نعم. إيه الأفضل؟ التصريح بالصحبة. نعم. أما فرعون أبو لهب وفرعون كله أسماء ذكرى الذكر بالصحبة أفضل لصاحب النبي صلى الله عليه وسلم. والله اختارني واختار لي ايه اصحابي لا سيما رفيقه في الغار. الغار ده ايه ثقب في اعلى جبل ثور. كلمة جبل ثور, الثور ده اللي هو فحل البقر. اذا كان عنده حاجة من كلمة ثور الثور البقر فحل. لا 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 ايه معنى كلمة غار ثور؟ كلمة ثور يعني كان في ثور الناس يعني فحل البقر فنسب الغار اليه. نعم. سمي غار ايه ثور. نعم. على مسيرة نحو ساعة من مكة دخله النبي صلى الله عليه وسلم هو وابو بكر حين خرج مهاجرين من مكة الى المدينة. فذهب المشركون في طلبهما واقتفوا اثرهما حتى جاءوا إلى الغار فانقطع الأثر. سبحان الله. جو يبحث 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 حتى وصلوا إلى إيه؟ إلى البهر ولم يجدوا أثر. وعند انقطاع الأثر معروف العرب يعني معناها الرجل هنا يعني مثلا أنا اقتفوا أثري عندهم علم القياسة الأثر. فعند المكان اللي انقطع فيه الأثر يعني دليل قاطع على وجود إيه الشخص في هذا المكان. لكنهم قاعد يفتشوا حتى قال بعضهم ما فيش امامنا الا الايه الغار. دخل الغار قالوا ليس في الغار احد. ليه؟ شافوا حاجة غريبة عن كابوس كأنه من 1000 سنة. ده معناها الغار ده ما دخلش من 1000 سنة. وحمل سن قاعدين وعنام عنه دخل كم ايه غار او فجر. فقالوا ليس في الغار احد مع انهم لو نظروا شوف ادنى نظرة يعني لو هم يجوا عند الغار ما بصوش على الغار بيجوا كده يبصوا كده حواليه لكن لو بصوا على الغار اقل نظرة لرأوهما ما في فتحة ما فيش باب حديدة مفتوح الباب ما نظروش الباب قدامه مفتوح فتحة في الغار. فاشتد الكرب شايفين الباب مفتوح ومع ذلك ما فيش حد يجوا بس عشان شايفين الايه العنكبوت الموضوع ده. فاشتد الكرب على ابي بكر اوعى تقول على رسول الله الطمأنينة كلها والسكينة كلها. فانزل الله سكينته عليه على ابي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم. اشتد الخوف والكرب على ابي بكر خوفا على رسول صلى الله عليه وسلم فقال انهم اي يا رسول الله لو نظروا تحت اقدامهم لرأونا. فهنا يقعد النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة التي هي مدد الأمة ومدد المتمسكين بحبل الدين أو بحبل الله سبحانه وتعالى إلى يوم القيامة. قال يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا. فالذي إيه معه الحق سبحانه وتعالى فلا يمكن إيه أن يناله أحد بأذى. وعندك الحق سبحانه وتعالى من ضمن ما فتح على الشيخ الشعراوي رحمه الله لما قال يعني كيف هم ينظروا الباب مفتوح والوجوه في الوجوه كده ومع ذلك لا يرونه وتراهم ينظرون اليك وهم لا ينظرون. فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في معية الله والله تعالى لا تدركه الابصار. ومن كان في معية الله لا تدركه الابصار يعني خلاص ما حدش لانه ربنا معهم مش هيشوفهم. الله تعالى أعلم وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل بعد الصلاة لحد ما صلى الله عليه وسلم. حلو.
بعض السنة. خب قبل بيه معاك.